سمعت انت على المثل اللي يقول عذر البليد مسح السبورة، عرفت؟ يعني احنا شفنا ما حدث في الآونة الأخيرة، وهذا الخطاب اللي ذكره الأستاذ هاشم أنا بعتقد أنه يغالط نفسه بكثير، يعني هي هذه المغالطات التي يتحدث عنها. وأنا والله لن أضيع دقيقة للمشاهد الكريم ولحضرتك وللضيوف الأكارم بالرد على هذه، أنا سميها هرطقة فعلا. هذا واحد. الشيء الثاني، فتح الباب للعراق وهو ما يعني دائما عملت المملكة لعودة العراق. حقيقة ودليل. خلي يبلع لسانه ويسكت. يا سأنا سمعت إلين انتهى، وإذا ما عندك دليل احترم نفسك يا دكتور نجم. إذا دكتور هاشم أخذت وقتك اسمع إلى وأنت أبدي ملاحظاتك بعدين حجة من دكتور هاشم. يعني خليني أرد احترم نفسك. أنا أتمنى أمثل رأي لجزء من الشعب العراقي، أحترم نفسي قبل الرجل أن يحترم نفسي. شوف هذا هو حقائق يدل لك على أنه ضعيف. أولا ما قال رئيس وزراء السابق ومذكر كل الكلام اللي يقوله كذب والدبلوماسي في كذب. هذا ما يسمي هرطقة إلا المتهرطق. فإذا نتجيب لنا من هالأشكال يعني أعتقد اللقاء راح يفشل. إحنا نتكلم على واقع دكتور هاشم. أنا أرجوك خلي الرجل يدلو بدلوة، خلي يقول ما عنده مثل ما أنت قلت ما عندك. دكتور استاذق بيبان، الدكتور هاشم تحدث الآن أمام الرأي العام وقدم. أنت نعم تقول أنت تقول هذه تهم. أنا اللي أطلبه من عندك أنه كيف تفند هذه التهم إذا كانت تهم. هي ليست إذا كانت تهم وغير حقيقية فردها علي. هذا اللي أنا جايك في الكلام. أنا أتكلم لك على ما ذكر الأخ هاشم. هو يعني يعلق أخطاء واقعية للحكومة العراقية بذهابها إلى أعضاء الملالي وإلى إيران، وأصبح الوضع العراقي الآن تايه. يقول لي 5,000. أنا أبغى أشوف أي واحد تكلم بهذا الرقم سألنا عنه طلع هذا رقم ما له أي حقيقة أنه فعلا زين. بغض النظر عن الرقم بس بسؤال أنا أسأل دكتور هاشم بسؤال. يعني إيران دولة مجاورة مثل ما السعودية دولة مجاورة ومثل ما تركيا دولة مجاورة، وبالتالي قدر العراق أن يتعامل مع إيران ومع السعودية ومع الآخرين سواء نتفق أو نختلف نحب أو نكره. لا أنت ما أعطتني فرصة أكمل. يعني أنا برد لك على الكلام اللي ذكره الدكتور هاشم. هو ليس بأي حقيقة هنالك جماعات دخلت عن طريق سوريا عن طريق تركيا بأي جماعات إرهابية زي ما حصل عندكم إرهاب في العراق عندنا. التخلي عن العراق، الجماعة التي تعمل لإيران راح يمسكونهم الإيرانيين بأذانهم ولن يذهبوا إلى الانفتاح للدول العربية، وهذه أحد النماذج التي نراها. وصل العراق إلى حالة مأساوية وآخرها موضوع الميزانية لا يستطيع. لماذا؟ لأن هنالك تأثير فعلي على بعض الأخوان من الكتل السياسية في العراق من إيران. فبدأت هذه التهم الباطلة. المملكة فتحت بابها للعراق منذ وصول السيد المالكي، ولا أريد أن أعيد على حديث السيد المالكي. فتحت الباب عندنا اجتماع الكويت عندما قدمت مساعدات، فتحت الباب حاليا أمام السيد الكاظمي أمام السيد العبادي بزيارة بعض الكتل السياسية ومنهم السيد مقتدى الصدر. رحب بترحيب كبير في المملكة العربية السعودية وكانت دائما وأبدا. ولكن أنا أعيد في الحديث عندما أقول لك في بداية حديثي أنه إيران هي الدولة التي تعمل على إفساد هذه العلاقات العربية وتحرك يولها في كل المناطق. خليني أستمع لأن أنا بقيت عندي دقيقة. هذه مشكلة. وإلا هذا سيد القبيبان. سيد القبيبان. أنا تأخر علي الدكتور هاشم. أي شيء. أنا أستأذنك يا دكتور هاشم. يعني الآن يعني الصراع السعودي الإيراني والتأزم في منطقة الخليج العربي يلقي بظلاله على الواقع العراقي. الآن هل باستطاعة السيد الكاظمي أن يلعب دوراً محورياً في إحداث التوازن وحلحلة هذه الأزمة من خلال الدعوة إلى حوار بالمنطقة حتى نخلص من هاي الجدلية اللي موتتنا كتلتنا جوع؟ بس بالسريع لين عندي دقيقة بعد. أستاذ نجم، أي جهد سريع جداً، أي جهد يأتي عراقياً أو غير عراقياً لإحلال السلام والوئام بين دول المنطقة هو أمر مرحب به. أنا لا أتحدث عن غير العراق، دعني أتحدث بخصوصية العراق.
أولا نحن لن نكون ساحة لحرب لأحد، لا السعودية ولا غيرها، ولن تكون دماء الشباب العراقيين وقودا كما كانت 8 سنوات في الثمانينات. سيد أقول للجميع، وهي رسالة من مواطن عراقي ويعبر عن وجهة نظر، السعودية تأتينا شقيقة مستثمرة متعاونة أهلا وسهلا، على أن تحترم العراق، حكومات العراق، سيادة العراق والشعب العراق قبل كل شيء، وأيضا أن لا تتوهم السعودية مثل ما توهمت في اليمن واليوم يطلق على رأسها وهي لا تعرف. أنت لماذا تطلب احترام الآخر لك؟ لماذا لا تفرض أنت احترامك على الآخر؟ دكتور هاشم أنت رجل ذكي، لماذا تطلب احترام الآخر؟ أنت أفرض احترامك على الآخر. أستاذ نجم، نعم جيد جيد، وإحنا الآن نقول أهلا ومرحبا بالشقيق السعودي، صديقا وشقيقا ومستثمرا ومتعاونا، ولكن لا متآمرا ولا محتلا ولا متخذا. ليش تفترض هذا أنت يا أستاذ هاشم؟ لماذا تفترض هذا؟ درس اليمن بالنسبة لآل سعود هو درس لا يذكر تجاه درس الشعب العراقي الذي سيقاوم كل محتل جديد.